تحياتي سامي ابيكو، وما يزال نرى هذا السهم الذي ما زال يتداول في مستويات ال 40 جنيه واللي كسر مستويات ال 40 جنيه والاستقرار تحت منها يعني سلبيه على هذا السهم. ولكن خلينا نمشي مع السهم ده واحده واحده. لو احنا لاحظنا ان احنا عملنا دوره سعريه من المستويات دي وعملنا تصحيح على شكل اي بي سي ما قبل تكمله الاتجاه الصاعد، وكان عندنا نموذج فلات متسع في النص هنا. طيب انا عايز من السهم، انا عايز اخد القمه والقاع اللي تشكلوا عندي في الموجه الاولى وابحث عن مستويات ال 161 الى مستويات ال 261 في بوك هدف محتمل، وما زلنا قريبين من الهدف اللي احنا محددينه من زمان. اول هدف ممكن اجني عنده هيكون عند مستويات ال 48 جنيه ونص، والهدف الاهم اللي اتوقع ان احنا هنروح ليه مستويات ال 52 جنيه. خلينا نمشي مع السهم واحده واحده. عندنا هدف اول مستويات ال 48 جنيه 75 قرش، وعندنا هدف اخير على السهم عند مستويات ال 52 جنيه، وما زالت النظره ايجابيه على هذا السهم طالما ما كسرناش مستويات ال 40 جنيه واستقرينا تحت منها. وبالتوفيق.